مصر مع الاي ام سي 12 مصمم ازياء شباب، عملنا مسابقه، عملوا كولكشنز معانا في مصانعنا وعرضوا في باريس، وكانت بدايه للمخاطبه مع الفرنسيين. في بروتوكول تعامل كان عامله مركز الاعمال المصري الفرنسي بخصوص الموضه مع باريس، ومن خلال هذا الام او يو بدانا نشتغل. لقينا ان في اهميه كبيره دلوقتي ان احنا كلنا نتعاون، ويبقى في مصر ليها مجلس بيمثل هذا القطاع، لانه هذه هي القاطره اللي هتجر الصناعه عالميا، يعني صناعه المنسوجات وصناعه الملابس محتاجه ايمج زي الموضه عالميا علشان تقدر ان هي تخترق الاسواق المهمه اللي بتستورد خامات وولات، ونتكلم على القيمه المضافه بتاعت القطن